كيف تنظر إلى سياسة النظام في فرض هذه أو هذا الحصار وأهدافه من وراء ذلك؟ يعني أولا موضوع الحصار ينفذ الآن بأجندات إيرانية، بأجندة من ميليشيات الأسد وحزب الله، أدوات وبتغطية روسية. هذا أمر. المجتمع الدولي من المعيب على المجتمع الدولي ونحن في القرن 21 أن تموت الناس جوعا، هذه نقطة. لكن في الإطار العام النظام يوظف الحصار بأحد بسببين. السبب الأول هو حصار من تحت شعار الجوع أو الركوع، والسبب الثاني عندما نعلم أنه بسبب مادي. تصور أن كيلة الرز يعني كما تفضل الأخ مازن وورد في التقرير 2 دولار كان يباع على حجز مضايا 250 دولار، وبالتالي هي ريوع مادية. يعني ما تفضل فيه الأخ مازن هي نقطة غاية في الأهمية. نحن الآن عجزنا من المجتمع الدولي ويأسنا من المجتمع الدولي، وعجزنا من كل شيء ويأسنا منهم. لا يفل الحديد إلا الحديد. طيب هذا يفرض السؤال، كيف هو وضع الفصائل في تلك المناطق من أجل بالفعل فرض حل عسكري أو قوة عسكرية على النظام من أجل الخروج من هذه الأزمة الإنسانية؟ الواقع العسكري في مدينة دمشق حقيقة واقع مأساوي، إن كان في الجرود القلمون أو في يعني الغوطة الغربية أو في الغوطة الشرقية. هذا الأمر يحتم علينا، نحن أمام حالة لا يمكن يعني الابتعاد عنها. يجب أن تكون الفصائل ضمن وحدة عسكرية كاملة، يجب أن يفرض الحصار داخل الغوطتين الشرقية والغربية، ما يحصل في دارية ما يحصل في المعظمية بعد فك الارتباط ما بينهما أصبح الواقع مأساوي جدا، وبالتالي يجب أن يكون هناك دعم عسكري وفتح خطوط إمداد بما فيه الكفاية لفك الحصار من الداخل ومن الخارج بوقت واحد. يعني الأخ مازن يتحدث بكلام بمنتهى الصدق والواقعية، نحن بحاجة إلى عمل عسكري لأن المجتمع الدولي لن يقدم شيء للشعب السوري. طيب يعني الآن في ذات السياق أريد أن أبدأ معك بقضية اليوم قبل أن نأخذ فاصل ونكمل إن شاء الله هذه القضية أيضا بعد هذا الفاصل. التصعيد العسكري الروسي في الآونة الأخيرة له ملامح وأهداف، هناك حملة شرسة تشنها القوات الروسية على العديد من المحاور، برأيك لماذا هذه الهجمة الشرسة في هذا التوقيت؟ يعني بالبداية خلونا نفهم أنه الروس ليش إجوا على سوريا. إجوا على سوريا لأن نظام بشار الأسد كان مهدد بالانهيار ومهدد بالسقوط. معارك ما حدثت في معركة الله غالب لجيش الإسلام في دمشق ووصولها إلى قاسيون كانت مهددة للنظام، ترافقت مع معارك جيش الفتح وجيش النصر في سهل الغاب وفي ريف حماة، وبالتالي التدخل الروسي. الآن روسيا عجزت أيضا عن إعادة السيطرة على كامل المنطقة وفق وعود قاسم سليماني. أمام الضغط المتزايد على روسيا من ناحية الزمان، كان على روسيا أن تصعد من مواقفها خدمة لمؤتمر جنيف التي تعد له، وبالتالي وجدناها تنتقي بعض المناطق بأهمية عسكرية وبأهمية معنوية. الشيخ مسكين في الجنوب، ربيعة في جبل التركمان، سلمة في جبل أكراد، خان طومان جنوب حلب، لكي تحقق مكاسب عسكرية توزن لها وتحسب فارق نوعي أمام مؤتمر جنيف، وبالتالي تقوية أوراق الموقف النظام السياسي. طيب هذا يفرض سؤال، هذه البلدات المدن التي سقطت مثل سلمة والشيخ مسكين، يعني ما الذي تمثله مثلا للنظام أو روسيا من ناحية الاستراتيجية؟ يعني لو كنا أمام نظام يملك القدرات العسكرية ويملك الإمكانيات البشرية لقلنا يمكن بناء عليها في إعادة السيطرة على بقية المناطق، لكن أمام واقع نحن نقول أن النظام غير قادر على الزج. يعني نعود لما قاله رئيس غرفة عمليات الجوية لمطار حميميم الروسي عندما خاطب قيادته قائلا لا أستطيع البقاء 24 على 24 في سماء سوريا، بمجرد عودة الطيران الروسي يخسر النظام المواقع التي أمننا السيطرة عليها. إذن هي مواقع لحظية، انتصارات مرحلية، تقدمات زمنية لا ترتبط بواقع مستدام لكي تحقق ورقة سياسية ضاغطة على طاولة المفاوضات. لكن الآن أمام التغيرات الواقع الحالي لا يمكن أن يستمر. أيضا يجب أن نكبر منظار الرؤية، ما يحصل الآن في جبهة حماة يعني أن البروباغندا الإعلامية للنظام وروسيا تريد أن تسلط الضوء على تلك المواقع فقط، لما لا نسلط الضوء على ما يحدث في جبهة حماة؟ وأمام الانتصارات اليوم وبالأمس أول أمس تم تحرير أكثر من 4 حواجز والتقدم بمساحة تعادل ما تقدمه النظام في جبل الأكراد. إذن نحن أمام حالة مستدامة، الثورات الشعوب لا تقاس بمراحل زمنية لحظية، إنما تقاس على مدار سنوات، ونحن أمام حرب شعبية قد تنقلب إلى مقاومة لكنها لن تعود إلى الوراء ولن تحقق للروس ولنظام الأسد ما يريد. طيب سيادة العميد نحن نكمل هذه القضية بعد الفاصل. مشاهدي الكرام،
فاصل ثم نواصل، فلا تذهبوا بعيدا. أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته، والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية. ووحدة الأمة العربية. ستات فريق الدفاع المدني يقوم بإزهار. أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى، عود إلى ضيفي في الاستوديو العميد ركن أحمد رحال، باحث والمحلل العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد، مرة أخرى في الشأن الروسي، هل ترى أن هناك استراتيجية عسكرية روسية محددة في هذه الفترة، وما هي أهدافها؟ يعني أولا السياسة الروسية مثل ما قلنا كانت بالبداية شيء وتغيرت إلى أشياء أخرى فيما بعد نتيجة تغيرات الواقع الميداني. السياسة الروسية كانت بالبداية تدخل لإنقاذ نظام الأسد، جعلت من حرب الإرهاب هو الشعار وجواز سفر التي تعبر من خلاله إلى الداخل السوري، اصطدمت بواقع في معارك سهل الغاب وريف حماة من أنها لا يمكن إعادة السيطرة على كامل المساحة السورية، ارتدت إلى الخلف وانكفأت تحت بند أو تحت خطة حماية سوريا المفيدة، وبالتالي الدويلة العلوية التي تريدها لبشار الأسد. حادث إسقاط الطائرة من قبل تركيا أيضا ساهمت في تغيير الخطة الروسية، عندما أيضا امتدت إلى الشمال لقطع خطوط الإمداد ولمحاولة قطع كل الإمدادات القادمة من تركيا باتجاه المعارضة السورية. هذا الأمر أيضا استدعى التحالف مع الأكراد وقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا. الآن الخطة الروسية تهدف إلى أمرين اثنين، الأمر الأول تقسيم سوريا من خلال دعم النظام في منطقة الساحل وريف حماة وحمص وصول لدمشق، وتأمين وكانتون كردي في الشمال السوري من خلال دعم الأكراد. يعني عفوا، حينما نتحدث عن تقسيم لا نتحدث عن شيء، نتحدث عن شيء مستقبلي. بالضبط، هي تحاول هذا الأمر من أجل المستقبل، من أجل إيجاد، كانت تتحدث عن سوريا المفيدة وترك ما تبقى من سوريا يتقاتل به المسيطرة عليه من قبلهم. الآن أصبح لديها سوريا المفيدة على الساحل السوري وامتداد لدمشق، ولديها الكانتون الكردي في الشمال السوري. لكن ورود مؤتمر جنيف أيضا سرع من الزخم العمليات الروسية. يعني إذا ما علمنا أن معارك الساحل خلال 5 أيام زجت فيها بمقارب أكثر من 400 إلى 500 طلعة جوية تمت على منطقة الساحل من أجل إيجاد أوراق ضغط على طاولة المفاوضات، الشيخ مسكين كما حصلنا كما تحدثنا، وأيضا حلب. لكن روسيا لا تملك من الإمكانيات الزمنية كما قلنا، ولا تملك الرصيد الزمني الكامل، ولا تملك الإمكانيات الاقتصادية. إذا ما علمنا أن
روسيا الآن تعاني من وضع اقتصادي إن كان بسعر الروبل وإن كان بالوضع الاقتصادي بأسعار، وهذا يعني بأسعار النفط، وبالتالي هي لا تستطيع الإكمال بهذا الزخم مستقبلا. أيضا نحن أمام حقيقة يجب ألا تغيب عن الثورة السورية حتى لا يقال من أن الثورة في حالة تراجع. الثورة السورية الآن لديها يعني نقطتين غاية في السوق تفرض عليها. الأول أن نسبة القوى والوساط، إذا ما علمنا أن الثورة تقاتل إيران بكل ما تملك، تقاتل حزب الله، تقاتل فصائل الشيعة العراقية، ما تبقى من نظام الأسد، وكل الزخم الجوي للطيران الروسي، هذا من جانب. من جانب آخر أيضا لا نستطيع أن ننكر من أن خطوط الإمداد قد أجدبت وخطوط الإمداد قد توقفت تقريبا على الشعب السوري من أجل ضغط على الثورة للذهاب إلى طاولة المفاوضات، ونحن نشهد ما يحصل الآن في مؤتمر رياض وفي أروقة وفد التفاوض. طيب تقصد مؤتمر جنيف؟ بالضبط. نعم. طيب الآن على ذكر جنيف ورفض المعارضة، بالمناسبة الآن وكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية الفضائيات تتحدث عن وفد سيشارك ليس في المفاوضات، سيذهب لمناقشة المسائل الإنسانية، إن تم الإقرار له وإعطائه ما يريد سيشارك في هذه المفاوضات وإلا فلا. نحن حقيقة أردنا أن يشارك معنا عبر الهاتف بعض المسؤولين في المعارضة، لكن إلى الآن يبدو أنهم يعني يمتنعون عن الظهور، ريثما ربما يعني تتضح الأمور بصورة. هذا الأمر ليس بجديد، هذا الأمر ظهر منذ يومين بالضبط، من أن هناك وفد من 4 أشخاص. لكن البارحة كان رأي المعارضة وموقفها واضح بعدم الذهاب. لا لا لا، هذا الوفد غير الوفد المفاوض. هل لديك تفاصيل بهذا؟ نعم نعم نعم، الهيئة التفاوضية العليا قررت منذ يومين أنه في حال عدم وجود مبررات الذهاب إلى جنيف، عدم الالتزام المجتمع الدولي بما قرره في القرارات 2118-2139 و12-13-2254، قد يذهب وفد رباعي برئاسة السيد رياض حجاب لدراسة الأمور الإنسانية ضمن محادثات جنيف. عندما يكون هناك الظروف المواتية للمفاوضات سوف يتوجه الوفد المفاوض. ما يتم الحديث عنه هو وفد من 4 أشخاص برئاسة السيد رياض حجاب. طيب الآن عند الحديث عن وقف إطلاق النار قبل الدخول في المفاوضات، قالت روسيا لابد أن يتم تصنيف الفصائل العسكرية أولا قبل أي وقف لإطلاق النار، كيف تفهم هذه التصريحات الروسية؟ يعني أولا هناك نقطة غاية في الأهمية، أن روسيا تتصرف بمافيا وبعملية قرصنة وعملية قرصنة، يعني كل المجتمع الدولي مجلس الأمن لدينا فصيلان على قائمة الإرهاب، هم تنظيم داعش وتنظيم القاعدة فقط لا غير، والمجتمع الدولي لم يقر بأي تفصيلات أخرى، وبالتالي لا يحق لروسيا ولا لغير روسيا اتهام لا أحرار الشام ولا جيش الإسلام ولا أي فصيل على الساحات السورية من أنها فصائل إرهابية. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن وقف إطلاق النار ليس موضوع تفاوض، لا يحق لروسيا التدخل فيه. روسيا من وقعت على القرار 2118، روسيا من وقعت على القرار 2139، وروسيا من وقعت على القرار آخر قرار 2254 الذي ينص بالحرف الواحد البند 12 على فك الحصار عن المناطق المحاصرة فورا نقطة انتهى، يجب وقف قصف المدنيين بشكل فوري نقطة انتهى. إذا روسيا الآن تتخلى عن توقيعها في قرارات مجلس الأمن خدمة لأجندة تخدم مفاوضات جنيف. طيب الآن المعارضة لم تذهب في إطار في حدود معلوماتنا التي وردت البارحة، بغض النظر عن سلوك اليوم الذي يبدو أنه سلوك استثنائي أو ليس بالشكل النهائي الذي يؤهلهم للدخول إلى المفاوضات، عدم الذهاب ما الذي سيؤثر هذا القرار أو كيف سيؤثر هذا القرار على الأحداث على الأرض؟ يعني دعنا نقول أن الوفد التفاوضي الآن يقول تحت مبدأ to be or not to be، أكون أو لا أكون. الشعب السوري على مدار 5 سنوات لم يأخذ إلا الوعود والوعود الفارغة من المجتمع الأوروبي. يعني دعنا نتذكر كلمة واحدة، عندما أرادت أمريكا أخراج بشار الأسد من لبنان لم يحتمل الأمر أكثر من تصريح واحد من الولايات المتحدة الأمريكية. الآن نحن عبر 5 سنوات يمكن سمعنا كلمة على الأسد أن يرحل وفقد شرعيته أكثر مما قال الشعب السوري. إذن المجتمع الدولي غير جاد في إيجاد أي حل للقضية السورية، هو يدير الأزمة ولا يبحث عن حل. هذه النقطة. النقطة الأخرى، ما يطالب فيه الوفد التفاوضي ليس شروطا مسبقة وليس شروط عرقلة، هو يقول حقوق للشعب السوري أنتم أقريتموها في قرارات دولية صادرة على مجلس الأمن منذ أكثر من 2 عامين، إذ لم تكونوا قادرين على
تنفيذ ما أقررتموه وما قلتموه في الاجتماعات وفي القرارات الدولية، فأنتم غير قادرين على تأمين ما يؤمن مستقبل الشعب السوري. إذن الوفد التفاوضي الآن يستند إلى حق الشعب السوري، يستند إلى القرارات الدولية، ويستند إلى الحاضنة الشعبية التي تدعم كل هيئة التفاوض في كل ما تقوم به الآن في إدارة المفاوضات. دعني أعقب على نقطة. طيب الآن ليس موضوع عرقلة أو ليس موضوع تسرع أو ليس موضوع أخبار ذرنا، نحن الآن في معركة دبلوماسية والسياسية للوفد المفاوض تعادل أي معركة تخاض على الأرض السورية. طيب الآن في ظل هذه المعطيات والمعلومات التي وردت قبل قليل عن ذهاب ربما وفد من 4 أشخاص من أجل مباحثة في الشؤون الإنسانية، هل تتوقع أن المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة ستلبي طلبات المعارضة وبالتالي من أجل إدخالها في المفاوضات؟ يعني عندما يستبدل ديم السوري كلمة مفاوضات بمحادثات، وعندما يقتصر برنامج العمل في جنيف 3 على محاربة الإرهاب والأمور الإنسانية، لا أعتقد أن هناك شيء ما يمكن أن يضاف للقضية السورية. عندما قررت وفد التفاوض في الرياض الامتناع عن الذهاب إلى جنيف، ويستند إلى أن هناك لا جدوى من هذا الذهاب، لا قرارات دولية ستنفذ، لا صدقية في التنفيذ. لكن دعني أعقب على نقطة واحدة وأعيد تكرارها، الموقف الأمريكي المتهاون مع الموقف الروسي لن يكون هو السائد. الموقف الأوروبي يدعم دول الخليج، يدعم دول إقليمية تساند القضية السورية، والشعب السوري قرر الذهاب حتى النهاية. كما قلت، نكون أو لا نكون، نحن ندافع ونقاوم من أجل قضية شعب، ولن يكون لروسيا وبوتين ولن يكون لبشار الأسد المستقبل الذي يفرضه على السوريين ولا إيران ولا إيران ولا حزب الله. نعم، العميد ركن أحمد رحال، المحلل العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود لآخر فقرة في هذا البرنامج، فقرة النافذة التفاعلية وسؤال اليوم، فلا تذهبوا بعيدا. يعني كل الوسائل الوحشية اليوم استعملوها ضد النساء. وين الشعوب الدول العربية؟ وين المسلمين؟ بقول وقدسا وأقصى. والبلد بلدنا رغم أنفن، والشعب شعبنا رغم أنفن، البلد بلدنا رغم أنفن. ولك إذا منا نفلك نهد الدار في شباب عمروها، لك عند شباب الشعب عمروها. وإن شاء الله نحن بأسلاحات طيرانك ودباباتك وسفينتك كلها تحت جرنا، ولا رح نسير فينا بما الله فيك. إذا كنتم جيوش الأسد فنحن جيوش الواحد الأحد، ثورتنا مثل الصلاب مثل الواحد، مثل الواحد الأحد، تبدأ بالتكبير وتنتهي بالشهادة. تكبير الله أكبر. نحن إيماننا بالله بنخاف بس من الله. والله 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 لو اجتمع الجنوب مع الشرق فلا يمكن تتجرد. وأذونا بكل دول لديكم وزيدونا فإنا صابرون، وزيدونا فإنا صابرون.
أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في هذه الفقرة أو النافذة التفاعلية والتي نطرح من خلالها سؤال حلقة اليوم، كيف تقيم موقف المعارضة السورية بعد رفضها الذهاب لمؤتمر جنيف 3؟ كالعادة تلقينا عشرات التعليقات منكم، نستعرض أبرزها لنرى آراء الجمهور، نسبر أغوار هذه التعليقات حتى نفهم اتجاهات الآراء الشعبية التي يهمها حقيقة أو تهمها الثورة السورية ويهمها قضية الشعب السوري. نستعرض أول تعليق، محمد كامل يقول لا خير في جنيف 3 ولا جنيف 1، كله تأجيل ليقتل بشار السنة وهم راضون، وهذا غباء من المعارضة، لو أن بشار يقتل النصارى ما كانوا سكتوا عليه يوم واحد، ولكنها حرب على الإسلام، ولكن أبشروا الإسلام قادم لا محالة. هذا بالطبع يعني رأي شريحة من الناس أن هذه المفاوضات لن تنيل الشعب السوري حقوقه، وإنما هي لكسب الوقت وقتل المزيد من السوريين. مصطفى خليل يقول حيكة مؤامرة خبيثة ضد الثورة السورية للقضاء عليها بمفاوضات عبثية ستؤدي إلى إعادة المجرم ونظامه محكوم من موسكو وقتل المزيد من الشعب السوري. يا مصطفى، هذه المؤامرة بالفعل التي كان يرددها النظام منذ بداية الثورة السورية بأنها مؤامرة على سوريا ومؤامرة عليه، ولكن تبين بالفعل أنها مؤامرة على الوطن السوري، على الشعب السوري، وقد تبين خلال هذه السنوات الخمس من عمر الثورة حقيقة هذا الأمر، وأن العالم كله ضد الثورة السورية وكله ضد نيل الشعب السوري لحقوقه. عمر يقول موقف تاريخي، بالطبع يعني عمر يبدو أنه موافق على عدم ذهاب المعارضة السورية إلى جنيف، يقول موقف تاريخي وعليهم أن يفسدوا طبخة بشار وإيران والروس، والشعب السوري لن يقبل بالمهانة ويخضع لأعدائه بعد أن خربوا ثورته ووطنه. خليل محمد أبو عودة يقول كل المفاوضات هزلية كاذبة لإطالة عمر النظام الدموي، ومن يمثل الشعب المذبوح ومن يحمل البندقية ويدافع ويستشهد. نحن قلنا البارحة إذا كان هناك حل سياسي يوصل الشعب السوري إلى حقوقه ويحقق له أهدافه التي طالب بها منذ خمس سنوات فأهلا وسهلا ولا معنى للبندقية، ولكن إذا كان الشعب السوري مضطرا أن يحمل البندقية لنال هذه الحقوق ويحرر أرضه وبلده فلا مهرب أيضا من ذلك. يا باغي الخير أقبل يقول مؤتمر جنيف السابق الذي حضره الشيخ محمد حسان ورئيس السابق محمد مرسي هو الذي يريد أن يعطي حقوق السوريين وإخراج النظام الحاكم عن الحكم ونفيه عن الحكم، أما هذا المؤتمر فهو مؤتمر الخزي والعار. أنا لا أعلم أن الدكتور والرئيس محمد مرسي فك الله أسره والشيخ محمد حسان ذهبوا إلى مؤتمر يسمى مؤتمر جنيف. طيب، محمد زنبلكجي يقول قرار حكيم، أي عدم ذهاب المعارضة هو قرار حكيم، لأن المجتمع الدولي الدموي شريك المافيا الروسية الأمريكية وحلف المماتعة في قتل السوريين، فلا خير في جنيف ولا بدول الغرب قاطبة. يعني تقريبا تعليقات اليوم هي تعليقات متسقة إلى حد معقول. بيبرس كيلاني يقول مجرد سخرية من دماء الشهداء وتكريس العبودية على يد خدمة أعداء الأمة الإسلامية من الشيعة والمجوس. شيماء عقبة تقول الأفضل عدم التفاوض لأن العالم كله في صف بشار، فالأفضل عدم المشاركة. مهدي الدين يقول الذهاب إلى مسخرة أخرى كلام لا فائدة منه، وتؤجل القضية إلى سنة أو أخرى ويعودون من أين أتوا. طيب، الخضر إبراهيم يقول هذا سيصب مزيد من الزيت على النار وليست على المعارضة بل على المواطن السوري. بشرى أيضا متفقة مع المعارضة في عدم ذهابها إلى المفاوضات وإلى جنيف، معهم حق لأنه لا فائدة من هكذا مؤتمرات. تحياتي لجميع الأحرار في العالم. يبدو بالفعل أن الشعوب بدأت تستيقظ، حيث مثلا يعني القضية الفلسطينية أيضا دخلت في دهاليز المفاوضات ولم يحقق الشعب الفلسطيني ولا الفصائل الفلسطينية أي فائدة تذكر من مثل هذه المفاوضات، مفاوضات أوسلو منذ تقريبا 20 عاما إلى الآن لا فائدة تحققت للشعب الفلسطيني من ورائها. وعلى ذات السياق المفاوضات لحل
الأزمة السورية، يبدو أن الشعوب بالفعل استيقظت وعرفت حقيقة الحلول السياسية التي يفرضها العالم وتفرضها الدول الكبرى على الشعوب المستضعفة والمقهورة. من معنا آخر تعليق؟ ياسر محسن محسن: إذا كان هناك أمل في أن يعيد الاحتلال الصهيوني فلسطين المحتلة للفلسطيني بالمفاوضات، هذا ما تحدثنا عنه قبل قليل بالطبع، عندها سيكون هناك أمل أن يعيد الاحتلال الثلاثي الأسد الإيراني الروسي الأرض للسوريين بالمفاوضات. علمنا التاريخ أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وأن ما ستأخذه في المفاوضات يعتمد على ما تصل إليه مدفعيتك في الميدان. هذا قول يعني راجح ومنطقي وواقعي. شكرا لجميع الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة منذ بدايتها، الضيوف الكرام وأنتم مشاهدي الكرام أيضا، الشكر موصول لكم على هذه المتابعة. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من برنامج سوري اليوم. إلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في محرابي يسجد الصمت منتظرا خطوات المصلين، في محرابي أنين تتفطر له القلوب، هنا تهجد الأنبياء وهنا توسدوا صدر الضياء. أنا الممتد صمتا حتى الخشوع، أنا المنتصب بالتكبير، وأنا المنحني لله في الركوع. ربى الأقصى تناديكم بدمع العين ترويكم، تقول بمهجتي جرح سيدميني ويدميكم، أما فيكم يد الفاروق تنجيني وتنجيكم. أنا ساجد في عتمة قيدي، لا ينسيني جرحي جراح أبنائي.